سقوطها. دكتور أبو علي، رح نبدأ من ملفاتنا. ترامب يصرح أنه يستخدم العراق كمنصة تجسس على إيران، وهذا ما أخبرت به دكتور أبو علي وحذرت الإيراني منه. دعني أتابع إياكم دكتور أبو علي الأحداث. ولذلك على إيران أن تدق على هذا الخطر اللي وين على أخراج الأمريكان من العراق بكل ما تملك من قوة. إذا صار الأمريكي بسوريا، صار الأمريكي بالعراق، يعني صار في قلبكم. الأمريكي يقول انسحبت، أبشركم لا ينسحب ولا أبدا. هاي قضايا إعلامية ما إلها أول ولا تالي. تدرون ليش؟ لأن جعجع بدون غبار كذب. الأمريكي لا يريد أن ينسحب، الأمريكي تموضع من جديد لأنه يعد لإيران الضربة القاصمة. ونرى روحاني ماذا يفعل هو وجنوده إذا ما انهمرت عليه الصواريخ الغير تقليدية. ولذلك بنتي الأمريكي ما ينسحب من العراق. أكثر فأكثر تتضح الصورة التي يحاول ترامب اتخاذها للمنطقة بعد نحو شهر من زيارته الجدلية إلى القاعدة الأمريكية في العراق. يكشف ترامب أنه ما زارها إلا للتثبيت والبقاء. رد الرئيس العراقي على ترامب بأن الاتفاق الأمريكي الذي جرى مع حكومته وبقاء القوات الأمريكية في العراق كان لأجل محاربة الإرهاب، مستوضحا رفع عديد القوى الأمريكية في العراق. وحضرتك دكتور سبق وأوضحت للناس أن هذا ما يرمي إليه ترامب، أبى من أبى وسمع من سمع. السامري شاف علي بن أبي طالب واخذ من جوا رجله. هذا سامري ما يعرف علي بن أبي طالب. هسه احنا نعرف علي بن أبي طالب هيجي المعرفة اللي سطحية، علي أبا الحسنين شو نعرف من عنده؟ لا يعرفه إلا الله. بس احنا ما نعرف الأمريكي شي يفكر. انقتل عنده 170 ألف قتيل الأمريكي، عبالكم انقتل من عنده 10 و 15؟ بس بقضية المطار 17 ألف أمريكي انقتلوا. هاي التاريخ اللي ما يذكرها أبدا. وبس ضربت المطار أمريكا ضربتها بقنابل هيدروجينية مصغرة، ظل 5 سنين يكنسون بيه ويحطون له تراب غيره وصبوه خوفا من الإشعاع. لكن احنا غنم مكة. أولا أردقل الفصائل بويا، انتو شو رايكم؟ تنتظرون جواب مثل التوقيع النووي مع امريكا. كانت كل احنا ما نحارب امريكا من كان بالعراق خافا التوقيع النووي يفشل. الله اكبر. طبعا دائما الفتاوي اللي تخص المجموعة اللي تريد الامور تحت الردن تحت الجبة. وحيانا من تريد تشيطن امريكا الفتوى تحت الجبة. ادري سؤال اسألكم، انا من حقي اسمع، ارجعوا الى محمد صادق الصدر، ارجعوا والله تتعلمون منا الاخلاق وتتعلمون منا الشرف. محمد صادق الصدر قال امريكا اذا اجت راح تهينكم وتاخذ اعراضكم وتهين كرامتكم وما تطلع الا على جثتكم. انتم لا تصرحون بالنهار وبالليل وياهم تشربون كاسكم وعامر، عيب عيب. امريكا لو ما مال يديها من عندكم ما تسترجي ان تفعل ذره. فلا تضحكون على الشعب، هذا الشعب مضحك.